يقوم عبد العزيز وغيره من الفلاحين بجني مختلف المحاصيل التي ينتج هذا الحقل، وعلى عكس ما هو معمول به فإن هذه المنتوجات الفلاحية توجه مباشرة إلى الزبون، حيث خصص عبد العزيز مكان لبيع مختلف المنتوجات في خطوة لتوفير سلع بأسعار معقولة. كما شفتي معنا الصباح نحيوها ونجيبوها هنا للطابلة للمواطن هنايا، هذا هو الشيء اللي خلى الأسعار مليحة. وعندنا كما سمعتوا كاين حوايج اللي ما عندناش، احنا ما نقدروش ننتجو كلش، كما قالت لك التمر، كما الدلاع، كما هذو نجيبوهم من المارشي، بصح ما رايحينش نزيدو احنا فيهم، يعني نزيدو هذيك ال 500 ولا هذيك ال 1000 فراك، هذا واش نقدروا نزيدو. خضر طازجة من المنتج إلى المستهلك مباشرة، مبادرة استحسنها الزبائن الذين لطالما اشتكوا من الارتفاع الفاحش للأسعار خلال الشهر الفضيل. هذه الخضرة هذه الناس تخير واش تحب لاكاليتي، وحاجة اللي ما يقدوش يدوها المشتري ما يدوهاش، يخليها تكوتي يروح يصدقها. هذا راه مساعدنا، مساعد الحي تاع طماريس، ومساعد الحي تاع ليدو تاع فوردلو. الأمة كاع اللي راكم تشوفوا فيها يخطي هذا المارشي ضيع، ما نقدروش نروحوا للسوري، كان واحد اديابات، واحد عنده مريض، واحد ما عندوش المصروف باش يشري. وجود عديد الوسطاء لطالما كان سببا رئيسيا في المضاربه، فتعميم مثل هذه المبادرات من شأنه التحكم في الاسعار.